أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة جبل الجرمق في الجليل الأعلى. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الاستهداف تركز على قاعدة ميرون الجوية في جبل الجرمق. وتزامنا مع رشقة الصواريخ، أضافت الإذاعة أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على مستوطنة كريات شمونة، وصاروخا ثقيلا أطلق على برانيت في الجليل الغربي. وأعلن حزب الله في بيان استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة. كما أعلن استهداف المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعة ومقر وحدة المراقبة الجوية بقاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة. من الجليل الأعلى تنضم إلينا مراسلتنا كريستين ريناوي. أهلا كريستين. قصف صاروخي واسع النطاق طال مناطق في الجليل الأعلى وأيضا قاعدة ميرون، دعينا في تفاصيل هذه الاستهدافات وأي تفاصيل وتحديثات أخرى. تماما، وعد كان قصفا كثيفا صاروخيا بطبيعة الحال، أطلقت عشرات الصواريخ. باعتراف الجيش الإسرائيلي أطلق ما لا يقل عن 60 صاروخا. تركز هذا القصف باتجاه قاعدة ميرون الجوية في جبل الجرمق بالجليل الأعلى. وأيضا رصد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى سقوط صواريخ في برعام ومرجليوت. مرجليوت هي في محيط كريات شمونة، وكانت إذاعة الجيش تحدثت عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه كريات شمونة، إلى جانب أيضا استهداف برانيت بصواريخ ثقيلة شديدة الانفجار. الحدث كان قبل نحو 3 ساعات، وجرى ربطه وعد بعملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل الليلة الماضية، واستهدفت فيها من قالت إنه قائد بارز في وحدة الجبهة الجنوبية بحزب الله حسين مكي. هذا الاغتيال نفذ بواسطة صواريخ استهدفت سيارته في صور على الطريق العام من صور جنوبي لبنان. هنالك تشكيك من قبل المحللين العسكريين هذا اليوم من نجاعة سياسة الاغتيالات والأسلوب الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية، وخلال هذه الموجات من التصعيد كان يكثف الجيش الإسرائيلي من عمليات الاغتيال في محاولة للوصول إلى ردع لحزب الله. لكن المحلل العسكري لموقع والله قال إن الجيش الإسرائيلي فشل بردع حزب الله، فشل بالحد من إطلاق الصواريخ، وفشل من إطلاق الصواريخ الثقيلة وأيضا الطائرات المسيرة المفخخة. بالتالي هنالك إقرار بإطلاق عشرات الصواريخ وسط حالة من الانتقادات الداخلية للجيش على هذه الجبهة. وعد. شكرا جزيلا كريستين ريناوي مراسلة العربي في الجليل الأعلى.